احنا قبل يومين طرحنا موضوع ايضا وصلتنا شكوى يعني مع مرفقة بوثائق، واحنا طرحنا الموضوع كأي موضوع يصل الى اهل المدينة، وفي وقتها قلنا حق الرد مكفول لاي شخص ورد اسمه او اي معلومة او صفته المهنية. اليوم ويانا مديرة مدرسة نهاوند اللي قبل يومين احنا طرحنا موضوعهم، اللي كانت الشكوى من قبل اولياء الامور وحتى المعلمات، وكانت ويانا احنا عبر الهاتف احدى اولياء الامور او ولية امر طالبة، وكانت هناك شكوى مقدمة نحو مديرة هذه المدرسة الست هاني عبد النبي. هي ويانا اليوم حتى تنطي وجهة نظرها او رأيها في هذه القضية والاتهامات الموجهة لها. مرحبا ست هاني. اهلا وسهلا، شلونك؟ معي الله يخلي ست هاني. ست هاني احكي باختصار يعني الموضوع، ويعني نعم شنو الرساله اللي تبي توجهينها؟ نعم تسمحي لي احكي. انا استلمت الاداره 1/10/2012. طيب. مدرسه فتح جديده شطرة المدرسه حراء. طيب. وتعرفين في مدرسه جديده نقديها شو جيت تعرف عليها انا؟ جبت شكوى من التربيه على اساس انا كيف التنظيف واستخدم وياهم الفاظ يعني ناميه. نعم. جو حققوا اول تحققت ويا المعلمات ما لقوا اي شيء. نعم. انطلقوا التحقيق. بالتحقيق ثانيه رفعت علي شكوى ثانيه. نعم ست هاني، نعم اسمحي لي ست هاني، حتى احنا نمشي بالخطوات. انت تقولين اجوا حققوا بالموضوع، احنا الاوراق اللي وصلت ان التحقيق الاول ثبت عليك انه هناك تحقيق، والتحقيق يقول انه انت مدانه في هذه القضيه، انت تجبرين الطالبات على التنظيف. التحقيق الاول نعم ما التحقيق غلق لان ما لقوا انا ما يعني لا مكلفه طالبات ولا راح اسلف. نعم استخدم هذا يا تحقيق ست هاني. نعم هذا هو التحقيق ويا الكادر كل التعليم والتحقيق ويا المعلمات ما لقوا شيء. رجع مره ثانيه شكوى ثانيه ايضا كذلك اجى عليها هم يعني تحقيق. ست هاني ست هاني احنا نمشي. نعم ست هاني ست هاني ست هاني احنا امامنا تحقيق ست هاني، لانه بي اسماء فاحنا نتعذر يعني نطلع امام الشاشه، بي اسماء كثيره للجنه التحقيقيه واحنا ما نريد نكشف حاليا الاسماء. التحقيق يقول الاول انه انت مدانه كنت، يعني التحقيق الاول واعترفوا الطالبات. لا والله بس اسمح لي والله العظيم انغلق، والثاني انغلق، الثالث التحقيق الثالث بين انا لان يعني حاسبت مقصر. حاسبت مقصر. نعم اللجنة صعدت الصف الخامس والله يعني ما احنا صعدنا الصف الخامس هم كلهم موجودين. نعم يقول بنجيب لكم هدايا ونجيب لكم كتب شكر بس قولوا احنا ننظف. تعرفين يعني طالباتي كلهم اللي يعني تجاوز قاعدات وناس يعني فقره فكيف كتب الشكر وكيف بال نعم الان انظف هاي يسوون يعني عقوبة. نعم الصوت يعني للاسف بداية بيت الوثائق وموجود الوثائق كلها عندي اثبتت لهم ان الشكوى ليست من الاهالي. طيب ست هاني وانما من شخص مهرب وشخص انضرت مصلحته لان انا حاسبت مقصر. ما اريد اذكر اسماء ولا اريد اذكر هاي اللجنه من عاقبتني ما عاقبتني الاعفاء، انا قدمت الاعفاء انا ومعاوناتي اثنيناتهم ست زينب وست انتظار قدمنا الاعفاء ونقلنا معلومات الى مدرسه. يعني انا هسه مو بالمدرسه، انا من الشهر السادس قدمت الاعفاء، انا مرضى كل الوثائق موجوده عندي. نعم يا ريت ترسلينها لنا ست هاني. نعم بعدين حتى نعم لان احنا عندنا طلعت على العقوبه، طلعت انذار. طيب انا الانذار انا قلت لهم ايش الاداره وطلعت ليش تجيبوا لي بعد الانذار؟ قدمت تظلم. التظلم اجوا وحققوا به الشهر الثامن، يعني حضرت شباح تقول لي مشرف هو الشهر الثامن طالبات موجودات بالتحقيق. ست هاني غير مكانك ست هاني. نعم المعلومات جاي تضيع علينا ست هاني. نعم غير مكانك لانه الصوت بدا يوصل لنا بشكل متقطع، غير مكانك المعلومات بدت. نعم نعم ما توصل واضحه. نعم نعم هسه نعم ماني نعم هسه. طيب اذا التحقيق نعم تسمعينا هسه ست هاني؟ نعم اي اسمع اسمع. طيب التحقيق الاول اذا انتهى وثبت انه انت بريئه، ليش اعادوا التحقيق مره اخرى؟ هو مو من الاهالي والله ليس من الاهالي وانما قلت لك من شخص مغرب لان
حاسبت لا احنا يعني عندنا ست هاني احنا ولا اريد اذكر احداث. نعم بس اسمحي لي. نعم يعني هسه انا هسه معلمه بغير مدرسه، طيب طيب. إذا أنت بريئة ليش ما بقيتي في مدرستك ست هاني؟ نعم أنت إذا بريئة ليش ما بقيتي مديرة؟ يعني إذا إجت لجنة وزارة وسوت تحقيقا وتحقيقا أنت بريئة، المفروض تبقين مديرة في مدرستك، ليش تم نقلك وصرتي معلمة؟ لا قدمت الإعفاء، قلت لأن ما أقول هيك يدورون علي حجز، إذا والله ما يبدوني مديرة، بعد أنا ليش باقية؟ أنا الإدارة أصلا ما أريدها، أنا كنت معاونة وصرت المدرسة وصرت يعني اضطريت صرت مديرة. طيب فأكثر الإدارة أنا والمعاونات اثنيناتنا، إحنا إذا ما نقدر نحاسب مقصر بعد شكو باقيين إحنا بالإدارة؟ طيب إحنا قدمنا أنا ومعاوناتي ست، إذا المعلومات كلها الواصلة خطأ. نعم. وأنا هسه معلمة بغير مدرسة. طيب وطبعاً ماشي لحد الآن والله العظيم من الشهر الثامن أراجع للتربية لحد الآن ما منطيني نتيجة التظلم. طيب. يعني الأمية دقيقة منين جايبة نتيجة التظلم؟ منين جايبة؟ أنا حتى الآن ما منطيني نتيجة التظلم. ست هاني ولية عقوبة الإنذار من عندي لا أكثر ولا أقل. نعم. ولا أريد أرجع مديرة، أنت قلت لي هاي الأمية، قلت لها يا ذا ست هاني من جابت خبر عن رجال؟ طيب يعني هي الاخبار 40 ورقه. نعم. الخبر مو قصة يعني صعبه، وانما هي تنتشر اخبار، يعني هي قالت احنا سمعنا خبر كلها عندي وثائق ومستندات كلها مستنسختها وضمتها. طيب اليوم ترسيها لنا التحقيقات مالتي كلها مضيعيها من مديريه التربيه والتعليم، وانا اليوم راح اروح يعني انتوا طول تدورون الحقيقه وتدورون الحق بس تخلوني اقابل وزير التربيه. انا قدمت شكوى بس ما دا حصل مقابلته. طيب يعني اريد اقابل الوزير واحكي له كل التفاصيل بمعناه، يعني انا انظلمت وهواي انظلمت. نعم. يعني كلش انظلمت. طيب تحملت الظلم وطلعت وما اريد بعد، بس اريد يعني النصر، اريد يعني انتوا يعني اريدكم انتوا تساعدوني حتى يعني اوصل. يجوز الله خلاكم انتوا هالشكل الصرح يعني. نعم احنا نوصل الحقيقه ست هاني. اكيد احنا نقف مع الحق، واذا بس يعني احنا عندنا امامنا احنا وثائق تحكي شكل وانت تحكي شكل اخر. نعم. احنا يا ريت ترسلينا نسخه من الوثائق اللي عندك. تدعي الله يخليك. نعم. اترجع هاي الوثائق تودوها لمكتب الوزير، واتمنى من الوزير اذا يسمع كلامي، اذا يسمع كلامي يطلع. نعم. لي لجنه من الوزاره تجي للمديره التربيه ويباعون التحقيقات مالتي كليه الاربع تحقيقات. واذا انا والله العظيم اذا انا مدانه شرد اي عقوبه تتوجه الي من الوزاره انا اتقبلها. نعم. واريد من الشرقيه سعد البزاز اللي الله يعطيه الصحه والعافيه، اريد من عنده بس يطلع المدرسه موجوده، مدرسه نهاوند ومعلمات موجودات وطالبات موجودات والاهالي موجودات، بس يسوي تحقيق ويسوي لقاءات. ولا قال لكم ست هاني؟ نعم التحقيق مو احنا ما معنيين بالتحقيق. ست هاني نعم بس يقول لكم من الشكل انا اتقبل. نعم. اي عقوبه توجهوا لي اياها من اي مكان. نعم ست هاني هذا اللي اترجى منكم، اريدكم تنصروني وتنصرون الحق ويالي، لان انا انظلمت هواي يا سيدي. نعم. المدرسه موجوده وانا بغير مدرسه. نعم هذا شغل وزاره التربيه. اذا خاف تقول انت اثر عليهم. نعم. الاهالي موجودين، المعلمات. نعم. الطالبات كلها موجوده، اريد تحقيق من حضرتك تسوينه ولقاءات تسوينه وياهم وتقول يا ريت شو هالسنه ست هاني لكم؟ شلون تصرفاتك؟ كانت تصبر انا خادمه للطالبات. نعم. انا خدمت المدرسه. نعم. انا نعم. ست هاني تسمحي لي بس، اولا احنا يعني كقناه شرقيه ما علاقة ما دخل في التحقيق يعني في الموضوع، لكن هي المعنية وزارة التربية في التحقيق إرسال وفد أو إرسال لجنة. إحنا أمامنا وثائق وإحنا علينا أنه إحنا فقط يعني شكوى وصلت لنا ووصلنا رقم تليفون من ولي أمر طالبة وسمحنا لها أن تحكي مثل ما أنت حاليا طناش فرصة أنه تدافعين عن نفسك. الوثائق اللي عندك يا ريت ترسلينها لنا نتفق آلية وصولها لنا، حتى إحنا يعني إذا وزارة التربية حابة تعرف الموضوع وتتابع الموضوع فهي الوثائق راح تبقى عندنا. واحنا من قبل اسبوع حشينا ويا وزارة التربية وثائق عندنا، اذا تحبون متابعة القضية قضية مدرسة نهاوند، واذا يهم يعني وزارة التربية تجي تاخذها. لحد الان وزارة التربية ما اعرف شنو قصتها، الوثائق باقية عندنا واحنا يعني بابنا مفتوحة امام وزارة التربية وامام ايضا كل الناس.
ويعني احنا يعني طالبنا حقيقه وزير التربيه انه يصرح عبر اهل المدينه، لانه هناك عندنا احنا متابعين خاصين في اهل المدينه، متابعين احداثنا ومواضيعنا اللي احنا ننشرها في اهل المدينه. وحقيقه الموضوع ملف وزاره التربيه حملنا كثير، خاصه من المعلمين والمعلمات، هناك هجوم عجيبه، كانما احنا يعني احنا ما تهجمنا على شخص بعينه، هناك شخص مسيء. بالعكس احنا نحاول انه العمليه التربويه اي شخص مسيء بها نحاول انه نخليه يترك هذا المجال حتى تبقى المسيرة التعليمية نظيفة وتسير بالشكل الصحيح. نحن مع المعلمين أكثر مما يكونوا مع الطلاب، صحيح. لأنه إحنا نصرناكم، إحنا جايين نقول إنه أكو ناس فاسدة عندكم، يعني المعلمة اللي تضرب أو اللي معتمدة على الضرب أداة للتعليم وللتربية، هذا دليل على فشل الإنسان. إحنا إنسان، الإنسان عنده كرامة وعنده مشاعر، إلا إذا أنتم شايفين الطلاب هم كائنات أخرى فهذا غير حساب. هيبة المعلم إذا مرتبطة بالضرب، فهيبة الطالب أو هيبة المعلم يا خسارة إذا كانت معتمدة على الضرب. إحنا يعني حقيقة نقدر إنه إحنا طبعًا كل تعليق اللي يوصل لنا نروح نشوف الصفحة الشخصية، نتفاجأ بأنه هي معلمة أو معلم. للأسف يعني هناك اسم، يعني إحنا نقدر ناخذ، وحتى يعني الحمد لله إنه الفيسبوك أحيانًا يفضح الناس، حتى اسم المدرسة واسم المعلمة مكتوب نقدر إحنا ناخذها، هذه إدانة، وهذا يعني مو 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 إنذار أو تحذير، لكن هي هاي حقيقة. نقدر ناخذ اللي كتبه وإحنا نستخدم الضرب، وبدينا نضرب الطلاب سواء كانوا مسيئين أو غير مسيئين، ونوديها إلى وزارة التربية، خاصة من يتهجم بشكل لا أخلاقي. نتمنى من المعلمين والمعلمات يكونون أكثر رقي في التعامل، طرح الموضوع، إحنا ما قاعدين بعركة حتى إحنا قاعد أو في مكان عام. هذه صفحة خاصة ببرنامج ويشاهدها أو يتابعها أكثر من 111 ألف شخص، كل واحد يعكس أخلاقه في داخل هذه الصفحة، إحنا كأنما بيت. فعيب هذا التعامل بهذه الطريقة بألفاظ يعني ما احترامي، إنه إحنا ما سامعينها في أي مكان، في الشارع مدامر يقولون هاي أخلاق شارع، إحنا ما سامعينها. المعلمين والمعلمات هذه رسالة، وبابنا مفتوح أمامكم، اللي يحكي وينطي تعليقه أو رأيه بأدب اهلا وسهلا بي في اهل المدينه وفي صفحه اهل المدينه. احنا عندنا تعليقات كثيره، يعني اذا نقراها انا متاكده راح الوزير بنفسه راح يطلع متاكده، وراح يعلق فقط بس على هذا الموضوع، انه معلمين ومعلمات يعني اخلاقهم بهذا المستوى، مو الكل، حتى لا احد يقول مو الكل، البعض. هناك البعض اسماء مثلا طولي عد مثلا جوجو، يعني كواحد مسميه معلمه اسمها جوجو، يعني انا ما على العموم احنا ما لنا علاقه، ايضا حريه شخصيه كل واحد يسمي اسمه وتعليقها، يعني ما اعرف موجود هسه انا، يعني نقدر نطلع على الجو نشوف، ما راح نطلع على الجو لانه كلمات يعني قاسيه جدا. وحده من التعليقات انه قالوا انه احنا نستخدم الصوندة اليابسة هموها في ضرب الطلاب، يعني هذا اعتراف احنا نقدر انه نرسله الى وزارة التربية وبالتالي تتخذ الاجراءات اللازمة بحق كل معلم. هناك معلم اعترف قال بعد انه اصبحت هناك حملة ضد منع الضرب، بديت انا اضرب الطلاب بشكل علني سواء كانوا مسيئين او غير مسيئين. والموضوع اللي الحكمة او المقولة اللي مشلبين بها اهل المدينة خاصة المعلمات، من امن العقاب اساء الادب. يعني العقاب فقط الضرب؟ ترى العقاب بابه مفتوح، أكو أساليب كثيرة. اللي ضربوا أمثلة باليابان وغير اليابان روحوا شوفوا هم شنو أساليب عقوبتهم. ترى العقوبة لها أبواب كثيرة وأنواع كثيرة. وأعتقد يعني أنا بس أريد أسأل، من درستوا 4 سنوات في الكلية حتى تصير أنت معلم جامعة أو معلمة جامعية، هل كان للضرب حصة في دراستكم؟ يعني هل علموكم أساليب الضرب؟ أنتم تستخدموا العصا وتستخدمون التواندا وتستخدمون أكو مادة اسمها علم النفس. نعم. يعني كيف انه تعامل الطالب او الطفل بطريقه انه ما تعاقبه، بالعكس تحببه وتخوفه. نعم.